الأوضاع الاقتصادية المتردية عالميا بظلالها على صناعة المشروبات الغازية، مؤدية إلى هبوط أرباح شركة كوكاكولا مع إحجام الناس عن سلع الرفاهية لندرة الأموال المتاحة. ورغم ذلك تتوقع شركة كوكاكولا تحسن الأمور خلال النصف الثاني من العام. بيث أمبوفينو المحللة لدى شركة ستاندرد أند بورز: أعتقد أن كوكاكولا مثل العديد من الشركات تشهد ضعفا في الولايات المتحدة، كما أن هناك ركودا بمنطقة اليورو وضعفا في الخارج عموما، وأرى أن هذا يتماشى مع ما نتوقعه بالنسبة للتطلعات الاقتصادية في البلاد. لقد توقعنا بدء تحسن الأوضاع بمجرد تلاشي الصعوبات التي تعيشها الحكومة، لذا من المرجح أن نرى تحسنا في وقت لاحق في النصف الثاني من العام. وإلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة، اتسمت أحوال الطقس بالسوء، إذ بدأت الرياح الموسمية مبكرا هذا العام في الولايات المتحدة والهند وأوروبا اللتان اجتاحتهما الفيضانات. ويؤكد أحد محللي الطقس أن العوامل الجوية وحدها مسؤولة عن هبوط مبيعات المشروبات الغازية بنسبة 1%. من ناحية أخرى، هبطت أسهم شركة كوكاكولا إثر هذه الأنباء، إلا أن محللين يعتقدون أن الأوضاع ستتبدل إلى الأفضل مستقبلا. ويحد كوكاكولا الأمل حيال النصف الثاني من العام مع تحسن الطقس والتغيرات الجيدة التي تطرأ في مناطق مثل الصين. محمد الجبالي، رويترز.